بقول لك متشكرين. بس الحقيقه في استفتاء منصه ذا بيست، قناه الاهلي بتحصل على افضل قناه، وده امر بالحقيقه بيسعدني جدا جدا. الجوائز الجماعيه دي حاجه بتسعدنا. نسمع كده. ويتسلمها المخرج هشام جمال المشرف العام على القناه. انا بقولها بمنتهى الروح الرياضيه ولبس احمر. مساء الخير. طبعا يمكن العادي ان النادي الاهلي بيستحوذ على كل الجوائز في الطبيعي، ممكن تكون قناه النادي الاهلي لاول مره المره دي بتاخد جائزه احسن قناه رياضيه، واعتقد ان السبب في ده ان احنا لاول مره حاولنا في المده القصيره اللي احنا اشتغلناها، احنا بقالنا بالظبط شهرين ونص، استلمنا القناه من شهرين ونص، حضرنا في اسبوعين، طلعنا ببرنامج حارس الاهلي للكابتن احمد شوبير اللي بيعتذر عن الحضور لانه على الهواء دلوقتي، وطبعا الاساتذه المهندس عدلي القيعي واستاذ ابراهيم المنيسي وكابتن اسامه حسني وكل الناس اللي كانوا موجودين من قبل كده في القناه. اول برنامج بتنتجه شركه روزنام على القناه هو برنامج حارس. باذن الله مع بدايه السنه هنبدا نطلق برامج جديده. انا شايف انه اول ما ادينا سبب لجمهور النادي الاهلي ان هو يصوت للقناه علشان المحتوى بدا يبقى شبه اللي هم نفسهم فيه، وفي ناس بتقدمه وشايفين محتوى حصري وظهور للعيبه بشكل مختلف، فالحمد لله بناخد احسن قناه النهارده لاول مره. فبشكر جمهور الاهلي، بشكر شركه روزنامه والشباب اللي بياخدوا تشالنج جديد علينا، اول مره نشتغل في اداره قناه والحمد لله مبسوطين وراضيين عن النتيجه بشكل مبدئي، شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، كل الناس اللي شغالين معانا في القناه، وطبعا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الراجل اللي مش هعرف اوصفه في كلام قصير، كابتن محمود الخطيب. شكرا. وانا بشكرك يا هشام، والله شكرا جزيلا. بقول لهشام كده لانه اخويا الصغير، يعني علاقتنا ممتده من زمن بعيد ومخلينا بنشتغل واحنا في حاله من الاستمتاع، يعني مستمتعين بجد والله، مرتاحين كده في الشغل ده. انا بتكلم على كل فريق العمل الحقيقه والناس كلها اللي شغاله في القناه هنا بحاله من الحب الشديد جدا، وان شاء الله مزيد من الجوائز. بشكر الصديق العزيز احمد الهواري الحقيقه والزميلة العزيزة ياسمين الخطيب، بس للأسف فعلا كنت على الهوا ساعتها وما قدرتش أحضر التكريم يعني.